الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل اقتصاديات الموارد والبيئة. العنوان الفرعي هو الاحتياط من مورد طبيعي ومقاييسه Reserve Index. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. مقاييس الاحتياط Reserve Index. يهتم علماء الموارد بمفهوم الموارد الطبيعية ووفرتها في الطبيعة، وبخاصة الموارد غير المتجددة. يحمل مفهوم وفرة المورد الطبيعي أو ما يسمى Natural Resource Abundance معاني اقتصادية وفنية تدل على الحالة المقصودة. على سبيل التحديد، هناك وفرة نسبية Relative Abundance للمورد الطبيعي، ووفرة ممكنة Potential Abundance وهبة الطبيعة Resource Endowment. سينحصر بإذن الله حديثنا في هذا المقطع عن مفهوم الوفرة النسبية للمورد، بخاصة حول ما يتعلق بالموارد البيئية القابلة للنفاد Exhaustible Resources. يرتبط مع مفهوم قابلية نفاد المورد الطبيعي مفهوم آخر يتعلق بالكميات المتوافرة من المورد نفسه في الأمكنة والأزمنة المختلفة، أو الكميات التي يمكن أن تتوافر في المستقبل. عادة ما تصنف كميات الاحتياط من المورد تحت ثلاثة أشكال رئيسية. الأول هو الاحتياط المثبت Proven Reserve، أي الاحتياط الحالي أو الراهن Current Reserve. والثاني هو الاحتياط الممكن Potential Reserve. والثالث والأخير هو هبة الطبيعة Resource Endowment. سأشرح كل واحد منهم إن شاء الله في المقطع القادم هذا. يعرف الاحتياط المثبت بأنه كمية المورد المعروفة يقينا من حيث الحجم والنوعية والمكان وإمكانية استخراجها بالأسعار السائدة، وتؤدي كذلك الأمر إلى تحقيق ربح لمالك المورد في حال استخراجها وبيعها. يعرف الاحتياط الممكن بأنه كمية المورد غير المثبتة وغير المعروفة يقينا من حيث الحجم والنوعية، لكنها قابلة للاستخراج إذا كانت أسعار بيع المورد مناسبة وتوفرت تقنية الاستخراج والإنتاج المناسبتين. على سبيل المثال، لو كان سعر النفط 50 دينارا للبرميل الواحد دولارا أو جنيها وهكذا، فإن الكمية المستخرجة ونوعية تكنولوجيا الاستخراج تكون في حدود ما يحققه هذا السعر من أرباح. أما إذا ارتفع السعر إلى 80 دينار للبرميل الواحد مثلا، فإن الأرباح المتحققة جراء هذا السعر تدفع المنتجين نحو المزيد من الاستثمار في الاستكشافات أو ما يسمى explorations والاستخراج، أو الاستثمار في تقنيات الإنتاج، وبالتالي زيادة كمية الاحتياط المثبت. الآن هذه الأشكال الثلاثة من احتياط الموارد الطبيعي القابل للنفاذ: الاحتياط المثبت Proven Reserve، الاحتياط الممكن Potential Reserve، وهبة الطبيعة اللي هي Endowment Nature Endowment. نكمل. تعرف هبة الطبيعة للبشر، هبة الطبيعة للبشر من في دولة ما أو على المستوى العالمي، بأنها الموارد الموجودة تحت سطح الأرض على عمق 1 كيلومتر أو في محيط الأرض المباشر بكميات وفيرة، بصرف النظر عن الجدوى الفنية أو الاقتصادية لاستخراجها. مقاييس الاحتياط: عادة ما تقدر الاحتياطيات من الموارد القابلة للنفاذ كما يلي، بواسطة مقياسين رئيسيين أو رئيسين. الأول هو المؤشر الساكن للاحتياط Static Reserve Index SRI. الثاني هو المؤشر الإسي للاحتياط Exponential Reserve Index ERI. إذن هناك مؤشران: مؤشر احتياط من الموارد، المؤشر الساكن Static Reserve Index، والمؤشر الإسي اللي هو Exponential Reserve Index. نبدأ بالمؤشر الساكن. أولا، يعرف المؤشر الساكن لاحتياط SRI بأنه عدد الفترات الزمنية الذي يستغرقها استخراج المورد ونفاذه بالكامل عند مستوى الاستهلاك الراهن، وعادة ما يقاس بالسنوات. مثال: لنفترض بأن حجم الاحتياط المثبت R sub P اللي هو يعني potential reserve
من النفط في دولة ما يبلغ 1,000,000,000 برميل، مليار برميل مثلا، يستخرج ويباع تساوي 500,000 برميل منه في اليوم الواحد. بناء على ذلك يكون مؤشر الاحتياط الساكن لهذا المورد كما يأتي: SRI Static Reserve إنك تساوي Proven Reserve مقسم على الديلي بامبينج منه أو الاستخراج اليومي منه، ويساوي مليار برميل على 500,000 برميل يوميا، ويساوي 2,000 يوم. معنى ذلك بأن هذا المورد القابل للنفاذ فقط إذا بقيت معدلات الاستخراج كما هي 500,000 برميل في اليوم، وهذا طبعا هو احتياطي مثبت، فإن عدد الأيام التي يستغرقها حتى ينفذ هذا الاحتياط 100% بالمطلق يساوي 2,000 يوم. أنا تقريبا يعني رسمي بياني هنا عدد السنوات، وهنا حجم الاحتياط، وهذا الخط بدلي على أنه كيف نضوب الاحتياط شيئا فشيئا فشيئا. فالسنة الخامسة والنصف تقريبا، عند تمام السنة الخامسة والنصف، إذا قسمنا هذا 2,000 يوم على 364 يوم، تطلعوا تقريبا 5 سنوات ونصف. ما يعني الآن بعد 5 سنوات ونصف لا يكون هناك أي شيء من هذا الاحتياط. الآن ثانيا يعرف المؤشر الإسي للاحتياط ERI بأنه عدد الفترات الزمنية التي يتم خلالها استخراج المورد بالكامل عند مستوى استهلاك ينمو بنسبة ثابتة في كل فترة زمنية، عادة ما يقاس بالسنوات. مثال، دعنا نفترض من المثال السابق بأن حجم الاحتياط المثبت Potential Reserve R sub P من النفط في دولة ما يبلغ 1,000,000,000 برميل، ويتم استخراج وبيع تساوي 500,000 برميل منه في اليوم الواحد، وأن هذا الاستهلاك ينمو بنسبة 5% سنويا. هناك صيغة لوغاريتمية من الشكل الآتي، وهي أكثر الصيغ استخداما في حساب المؤشر. هذه الصيغة اللوغاريتمية، هون عدد السنوات أن يساوي اللوغاريتم الطبيعي ل مفتح قوس 1 زائد هنا الاحتياط المثبت هون بهذه الحالة 1,000,000,000,000 مقسم على اللي هي 500,000 برميل اليوم، مضروب في نسبة النمو السنوي 5%، وكل الكل مقسوم على اللوغاريتم الطبيعي ل 1 زائد R اللي هو R نسبة الزيادة 5% نسبة الزيادة، وتساوي في هذا هنا عدد الفترات طبعا، وهنا اللوغاريتم الطبيعي، وتساوي بهذه الحالة اللوغاريتم الطبيعي ل 1 زائد نفتح قوس مليار مقسم على 182,000,000 بالسنة، أي 500,000 برميل في اليوم ضرب 364 يوم، بطلع عندي هذا الرقم مضروب ب 5% سنويا زيادة، مقسم على اللوغاريتم الطبيعي لواحد زائد 5%، وتساوي 4 سنوات وفاصل 7، تقريبا 5 سنوات. هنا 5 سنوات، هذه 5 سنوات تقريبا. الآن هذا مؤشر احتياط الإسي أقل من 5 سنوات ونصف كما حسبناه في المثال السابق اللي هو على ما يسمى الاحتياط مؤشر الاحتياط الساكن، ما يعني بأنه أقل من 5 سنوات بشيء قليل. مثال واقعي الآن، هذا هذه الأرقام من مثال واقعي من احتياط النفط لإحدى الدول العربية. يبلغ احتياط النفط لإحدى الدول العربية 276 مليار برميل، يستخرج ويباع منه 10 ملايين برميل يوميا. ما هي قيمة المؤشر الاحتياطي الإسي الاحتياطي للاحتياط إذا ارتفع استهلاك المورد بنسبة 10% سنويا؟ إذن هنا المؤشر هذا المؤشر الساكن، دعنا حتى نجد الفرق. هنا SRI تساوي الاحتياط 276 مليار مقسم على 500,000 برميل يوميا بدون ما نأخذ يعني دون أن نأخذ بعين الاعتبار الزيادة السنوية، يساوي 276 مليار مقسم على 364 ضرب 10 ملايين، ويساوي 75 فاصل كذا، تقريبا 76 سنة، 75.80 تقريبا 76 سنة حتى ينفذ هذا بالمطلق. أما المؤشر الإسي الاحتياط فهو الآن ERI يساوي N عدد السنوات يساوي Natural Log لواحد زائد افتح القوس 276 مليار مقسم على 364 يوم ضرب 10 ملايين برميل في اليوم، الكل مضروب في 10% هنا ضربناها، مقسم على 1 زائد طبعا الناشر لوغ 1 زائد 10% ويساوي 22 سنة تقريبا 23 سنة 22 سنة وفاصلة 55 إذن تقريبا أقل من 23 سنة بقليل سينفذ
هذا الاحتياط بالمطلق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.